كفى والصلاة والسلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير المصطفى. بادئا ببدء أشكر القائمين على هذا المركز على الاستضافة، وكذلك أشكر أستاذنا الفاضل دكتور حسن مكبر على هذه الكلمة. حقيقة سمعنا حديثا كقطر الندى فجدد في النفس ما جدد. سؤالي كالتالي الدكتور، وهو هل حقا هناك 99 اسما لله عز وجل، ام هناك اكثر من هذه الاسماء؟